الآن سنتحول إلى سعادة الأستاذ عبد الله بن يعروف السبوسي، رئيس دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، لكي يحدثنا عن هذا المسجد والمساجد الأخرى التي تستعد دائرة الشؤون الإسلامية لاستقبال المصلين في هذا الشهر الفضيل كعادتها طوال العام، وليس فقط في هذا الشهر، لكن شهر رمضان له خصوصية. سعادتك السلام عليكم، مساك الله بالخير. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أبو راشد. شو حالك يا أبو خليفة؟ خير الله يبارك فيك، كيف حالكم؟ مساكم خير. الله يبارك فيك، بالبركة عليكم. افتتاح المسجد، ونبارك كذلك لكم قرب حلول شهر رمضان المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا إياه. آمين وإياكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بداية تقدم بأسماء آيات التهاني والتبركات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة حفظه الله وأخوانه وحكام الإمارات، وإلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو مجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة حفظه الله ورعاه، وإلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين والأمة الإسلامية والعربية، سائلين الله تعالى أن يعم الأمن والأمان آمين يا رب على دولتنا وعلى الدول الإسلامية إن شاء الله. آمين يا رب. بفضل الله تعالى أبو راشد، اليوم افتتحنا مسجد أو مسجد أول الخلفاء الراشدين على ميدان الخلفاء الراشدين بمنطقة الخان، وطبعا شرفنا بحضور سامي صاحب السمو الشيخ دكتور سلطان محمد القاسمي الله يحفظه ويبارك في عمره. آمين. طبعا هذا المسجد ضمن سلسلة مساجد على هذا الميدان، وضمن يعني خطة ورؤية صاحب السمو حاكم الشارقة الله يحفظه صمم هذا الميدان. طبعا الميدان عليه أربع مساجد، ويكون ما شاء الله ما شاء الله، يعني نعم ما بمسجد واحد هذا على الميدان، لا لا, لا أربع ما مساجد شاء الله ما شاء. هذا المسجد أولهم، أول مسجد ما أولهم شاء. ما شاء الله ما شاء الله، فبيكون إن شاء الله يعني صرح، وهذه المساجد أبو راشد بقيد الإنشاء ما شاء الله، وإن شاء الله نحن في نهاية السنة أو بداية السنة على شهر 12 أو شهر 1 إن شاء الله نسلم الثلاث الباقيين، وبنكون إنجاز وصرح إسلامي يتحدث عن نفسه إن شاء الله، ويضاف إلى سلسلة المساجد الجديدة الذي يعني دائما الشارقة تسعى في توفير المساجد لرواد هذه الأماكن ما شاء الله. بفضل الله طبعا هذا المسجد من ضمن الإعلان اللي أعلننا عنه قبل 20 مسجد قبل شهر رمضان المبارك. نعم ما شاء الله أذكر. نعم والحمد لله، يعني إن شاء الله يعني المساجد على استمرار في إمارة الشارقة، والحمد لله هذا المسجد اليوم براشد نحن فتحنا تقريبا 18 مسجد، ما قلنا 2 نكمل 20، وهذا المسجد يعني زادنا صاحب السمو كرم فتوج هاي الإنجاز بحضور سامي منه إزاه الله خير إزاه وغيره من المساجد كعادة يا أبو خليفة، كعادة صاحب السمو الله يحفظه كعادة. نعم لا لا غريب، يعني بالرغم من مشاغل سموه الكثيرة واهتماماته ومسؤوليات الكبيرة، لكن ما شاء الله عليه يوم يعني وما يعني من قل له مسجد قال بي، سواء كبير سواء يعني مسجد صغير، واليوم يعني كان عنده كذا اجتماع، لكن صحيح. الحمد لله يا أعطانا من وقته، نسأل الله يبارك له في صحته وفي ماله آمين. وفي وقته آمين. وهذا يضرب سموه الكريم يعني أروع الأمثلة في التواضع، وتشريف سموه يعني في افتتاح هذا له دلالة يعني صفات الله يطول بعمره آمين. يعني ما يكتفي بالتخطيط وطال عمرك يخطط، أما يتابع بنفسه مثل ما تشوفون نعم، ويطلع أيضا على النتائج ويتلمس هذه الإنجازات ونجاحها بنفسه، ما يعبل على حد. والحمد لله يعني هاي الإنجازات في أرقى مظاهر الروعة والجمال والمساجد في إمارة الشارقة، وهي من مكارم سموه الله يحفظه، واللي يعني مسيرة سموه
حافلة بالإنجازات، يعني قد ما نتكلم نحن ما بنوفي حق هذا الرجل. أبو خليفة قلت لي 20 مسجد 18 منهم تم افتتاحهم، أو خلنا نقول الناس صلت فيهم الحمد لله، باقي اثنين الحمد لله. لا أكثر من اثنين بنفتح إن شاء الله. ما شاء الله أكثر عن 20 يعني. أكثر من 20 إن شاء الله. إن شاء الله نحن افتتحنا يعني في شعبان، من بداية شعبان افتتحنا في الخزامية في مدينة الشارقة، افتتحنا في القوز، افتتحنا في منطقة الطرفة، افتتحنا في تجارية مويلح، الحراية السكنية، أمس كشيشة، منطقة كشيشة 5، كذلك كشيشة 7 كان لها 3 لها نصيب، الخان اليوم هذا المسجد اللي حضره صاحب السمو جزاه الله خير، دبا الحصن الحي الشمالي موجود، الصجعة الصناعية، الحمرية في حمرية شرق بعد كذلك، منطقة الرق كذلك بيصلون فيه اللي هي الخروصة حين يسمونه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، حوشي حوشي بعد كذلك، الشغرافة، الرقيبة 8، الشغرافة 2 ابو راشد ما شاء الله، كذلك مسجد فتحنا الرقيبة 8، كذلك المواردة 3، منطقة القادسية كذلك فيها مسجد يعني إن شاء الله اليوم بيصلون فيه أيضا، وبتبقى تقريبا 8 مساجد، بس إن شاء الله في رمضان يعني 5 متأكدين منها اللي هي إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يا رب. تل الزعفران بإذن الله تعالى، والرحمانية، وقطار الزراعية، والحراية السكنية، وإن شاء الله في يعني 8 مساجد إن شاء الله نحن بنفتحها في رمضان بطوفن 20 بإذن الله تعالى. أبو خليفة يعني تعرف المسايد ما لهم موسم، والمسايد ما شاء الله في كل يوم وفي طوال أيام العام الناس تقبل على الصلاة الحمد لله رب العالمين، وبلادنا بلاد خير الحمد لله، وبلاد ناس مؤمنين الحمد لله رب العالمين، لكن تعرف بعد رمضان له خصوصية، وأعتقد أنكم أنتم ما شاء الله جزاكم الله خير تستعدون لهذا الشهر الفضيل ببرامج وبمسائل مثل كذا. أمس ما شاء الله شوف إعلان جميل كذلك اللي هو قراء الشارقة ما شاء الله مساجد الشارقة، فأنا بتخبرنا جزاك الله خير يعني لمحات من استعداداتكم لهذا الشهر الفضيل والعبادة في هذا الشهر الفضيل. جزاك الله خير أبو راشد، يعني الدائرة دائما تحرص على تقديم البرامج بالذات في شهر رمضان الكريم، البرامج التوعية الدينية، وإن شاء الله هاي البرامج تشمل جميع مدن الإمارة وتتناسب مع كافة فئات وشرائح المجتمع، نظرا لمكانة شهر رمضان المبارك، شهر الخير والإحسان والطاعات إن شاء الله، وشهر القرآن، وانطلاقا من الرسالة السامية التي تحقق رؤى صاحب السمو حاكم الشارقة حفظه الله ورعاه، دائرة يعني اعتادت على تقديم البرامج المميزة على مدار العام، وقد يعني عدنا برنامج رمضاني متكامل وحافل بالعديد من الأنشطة والفعاليات والتوعية المتنوعة التي ينتظرها الجمهور من عام لعام، وتوفر لهم الأجواء الإيمانية وتلبية. طبعا عدنا مبادرة قراء الشارقة، هني كلمة شكر نشكر هيئة وإذاعة تلفزيون الشارقة، وبالشكر الأخص لإذاعة القرآن ومدير الإذاعة وفريق عمله جزاهم الله خير، الذين لا يلون جهدا يعني في خدمة المساجد الشارقة والمساجد عامة في دولة الإمارات جزاهم الله خير، لهم دور كبير براشد، أبرزوا قراء الشارقة، أبرزوا مساجد الشارقة، وانتم الهيئه كذلك يعني جزاكم الله خير، هيئه التلفزيون والمجلس الاعلامي جزاكم الله خير، يعني تسهلون علينا كثير ابو راشد وتبرزون جهودنا، وبالذات اذاعه القران لهم شكر خاص، يعني قراء الشارقه طبعا بالتعاون مع اذاعه القران الكريم بنبث مباشر لصلاه التراويح والتهجد ما شاء الله من 30 مسجد كل يوم، كل يوم مسجد، كل يوم مسجد إن شاء الله إذا كمل 30 رمضان أو 29 على حسابكم ولا على حساب الإذاعة؟ كل على الإذاعة جزاهم الله خير، دعم الإذاعة. لا لا أنا أقصد على أي حسابات، يعني حسابات الإنستغرام في حساب الهيئة ولا حساب الإذاعة؟ لا حساب الإذاعة وحساب الدائرة. ممتاز، على حسابين يعني ممتاز، على حسابين نعم، واخترنا 30 مسجد من أبرز مساجد الشارقة، وموجود الإعلان في حساب الإذاعة الشارقة وحساب الدائرة السوية الإسلامية،
وهاي الثلاثين مسجد الحمد لله تتميز يعني بقراء ذو أداء متقن. والله شفناهم ما شاء الله كلهم قراء يشهد لهم، بينهم الشيخ خليفة الطنيجي وبينهم الشيخ صلاح صلاح بخاطر. نعم نعم ما شاء الله يعني الحمد لله رب العالمين. أصوات ندية وعذبة إن شاء الله، وتبث إن شاء الله عبر منصات التواصل الاجتماعي للتابع للإذاعة ودائرة الشؤون الإسلامية. كذلك براشد يعني الدائرة خصصت ثلاث مساجد حسب الثلاثين مسجد هذه متنوعة. هاي ثلاث مساجد بيكون فيهم بعد كل يومين فيهم غارة بعد من الأصوات الندية. أنت عارف ما شاء الله الشارقة وقراءها كثير. يعني والله أبو خليفة بقول لك شيء إذا سمحت لي، يعني بالضبط. حد يجتهد جزاه الله خير على مستوى العالم، إحنا ما نتكلم إحنا الحين في الدولة، على مستوى العالم يجيبون قراء في الشهر الفضيل هذا، وهذا أمر طيب حتى الناس تتشجع. لكن الحمد لله رب العالمين الشارجة ما تجيب قراء من برا، لأن قراءها أصلا اللي فيها ما شاء الله يعني الناس تتنافس عليهم صراحة. يعني الحمد لله الناس الحمد ودها لله. ودها قراء الشارجة بس تصير أماكن ثانية حتى تقرأ يعني الحمد والله أبو راشد ما نبغى نتكلم، لكن أنت تجبرني على الكلام بفضل الله تعالى. لو تشوف الرسائل اللي واصلت لنا عالميا، يطلبون منا عالميا وليس محليا، محليا كثير الحمد لله، عالميا يطلبون منا قراء الحمد لله من الشارقة، وهذا بفضل الله وبفضل إذاعة القرآن الكريم. لولا إذاعة القرآن وصل صوتنا لكل مكان. الحمد لله الحمد لله. إذاك الله خير أبو خليفة. أنا بعد إذا سمحت لي إذاك الله خير، وأنت تتحدث عن المساجد الجديدة، الآن انتبهت كذلك إلى مسجد بعد مهم جدا ونبقى نأخذ العلم منك عنه، وهو المسجد القريب من قناة الوسطى من الزيد. نعم. إيه اللي على الميدان. نعم. وأظني المخرج بعد ما أخذ اللقطات من فترة، وأظني ما أدري كم يباله بيجهز بعد. ها هذا المسجد براشد ضخم، متابعة وتصميم ورعاية صاحب السمو حاكم الشارقة حفظه الله، وهذا من المساجد اللي قلت لك أنا بفتحهم في رمضان تقريبا 7-8، بس ما قلت لك اسمه ما دام أنت سألتني. هذا إن شاء الله بنفتحه تقريبا في نصف رمضان إن شاء الله. وهيئة مبادرة يشتغلون عليه. طبعا التصوير هذا اللي الحين على الهواء الحين هذا قديم إخواني أخواتي، المسجد لا ما شاء الله عليه يعني. لا لا المسجد ما شاء الله. نعم في آخر نهايات هاي مصورة قديمة مثل ما تفضلت. قديمة براشد. نعم قديمة. نعم. والمسجد تقريبا يتسع إلى أكثر من 2000 مصلي. والله تحفة يا أبو خليفة. تحفة معمارية جميلة. ما شاء الله. تحفة معمارية ما يطلع من تحت دي سموه لا تعرف يعني. الله خير. إزاه الله خير. إزاه الله خير. هذا كم بيتسع إن شاء الله أبو خليفة؟ أكثر من 2000 مصلي بإذن الله تعالى. ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله. ضخم المسجد ضخم براشد. والمنطقة بحاية والميدان يعني أنت عارف إنه ما شاء الله شيء رسمة صاحب السمو. في نوافير وفي مسجد وفي المبنى مال القناة الوسطى. الحمد لله رب العالمين. الله يبارك فيه. اللهم آمين. بعدين تعرف هذا الميدان صار ميدان مهم جدا في الزيد ساعات. صحيح صحيح كلامك. قناة صحيح. الوسطى والمسجد هذا قريب جدا منه، كذلك الأسواق سواء سوق الجبيل الجامعة السكن صحيح. الحكومي يعني هذا بيخدم المسجد. نعم صح. نعم هذا نعم المسجد نعم. بيخدم الكثير. نعم الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. شيء بتقولنا بعد من استعداداتكم أبو خليفة؟ طال عمرك في بيكون في قراء بعد في مساجد قلت لك عندنا كثرة قراء فزعلوا الثانيين وخذوا 30 وبقوا باقين بقوا أكثر عندنا فوق 150-200 واحد، فقلنا لهم ما في مشكلة. بس سوينا ثلاث مساجد، مسجد داخل المدينة اللي هو مسجد الهدى بيكون فيه كل يوم أو كل يومين غارق من الأصوات المتميزة الأصوات الندية. مسجد بلال بالرباح بيكون هنا في منطقة الرماقية على التقاطع بلال بالرباح الكبير، ومسجد في السلف الصالح اللي هو في الجرين فوق ما شاء الله، وفيها غراء. وكذلك المساجد اللي هي على الوسطى والشرقية هناك بعد كذلك عندهم برامج ما شاء الله ما شاء الله. وكذلك سوينا برنامج براشد للقراءات العشر هكذا يعني مو بكله بقراءة حفص عن عاصم، لا في مسجد بيكون يعرف القراءات العشر. ممتاز ممتاز. هذا المسجد بيكون في منطقة القاسمية طبعا، وبيكون قبل صلاة التراويح في عدد من القراء المتخصصين في علوم القراءات القرآنية
يعني من خلال براشد شرح مبسط للمصلين. جميل. عن تاريخ نشأة القراءة. ممتاز. وكيفية قراءتها بالطريقة الصحيحة والبلدان التي تنتشر فيها هذه القراءة. ما شاء الله عليك. والاختلافات بين باقي القراءات بينهم وبين باقي القراءات الأخرى. والله يا أبو خليفة مش مجاملة لكن بقول لك شيء والله، وانت تتكلم ما أدري ليش حسيت أني كاني دخلت رمضان وأنا بعدني ما دخلت رمضان صراحة. يعني الله الحمد لله. الحمد لله نحن نحب رمضان، لكن الاستعدادات اللي تسويها دارة الشؤون الإسلامية صراحة تعيشك أجواء جميلة في رمضان. الحمد لله. هذا يعني المقرئين اللي تيبونهم ما شاء الله عليكم، أقصد اللي يسوي لهم جدول النقل إزاكم الله خير، حتى المساجد تستعد صراحة، يعني تجد شعور بأنك أنت داخل شهر فضيل من دروس لله. حتى الدروس أعتقد الدروس موجود إن شاء الله عقب صلاة العصر ولا؟ الدروس طال عمرك وضعنا خطة لإقامة الدروس والمحاضرات يعني في جميع مساجد الإمارة بصفة يومية بعد صلاة العصر. ما شاء الله. يعني اللي مرتبطة في فقه الصيام وآدابه وأحكام، اللي الشهر كامل بتكون شرح خلال رمضان كامل بعد صلاة العصر. وأصدرت الدائرة يعني كتاب وراشد بعنوان الدرر البهية في الدروس الرمضانية. ما شاء الله ما شاء الله. إن شاء الله هذا بيكون بيقرأ على المصلين، وكذلك يعني نظمنا دروسا بعد صلاة التراويح يوم الاثنين والخميس في تفسير القرآن الكريم. ما شاء الله ما شاء الله. من خلال يعني كتاب بعد أصدرته بعنوان هدايات ربانية من قصار الصور القرآنية. ما شاء الله. هالكتيب بعد أصدرت الدائرة، وهذا كل اثنين وخميس بعد صلاة التراويح بيكون في تفسير القرآن. براشد هناك 15 مسجد خصصناهم تدري تزامنا مع العطلة الصيفية، يعني عطلة إجازة المدارس هاي مش الصيفية، إجازة الربيع. الربيع هاي أي المنتصف هذه في رمضان طلبة كلهم إجازة. خصصنا 15 مسجد لتصحيح التلاوة. هاي المسجد وين كثافة سكانية العوائل. الحمد لله. طبعا مسجد الملك فيصل منطقة السور، عبد القادر البنا، مسجد الخيال في القاسمية، مسجد الرحمن، مسجد السماحة في الخان. أبو خليفة ما علي إذا تسمح لي جزاك الله خير لو طول عليك، لكن ترى بعد هذا موضوع الساعة موضوع مهم، وأنا بسألك بعض أسئلة الأخوة المشاهدين إذا سمحت لي لأنها كثيرة صراحة. يعني تحت أمرك براد. تفضل. أحد الأخوة هنا ولو بعض الأسئلة يمكن ما بقول محرجة لكن يعني بتكون مفاجئة يعني. لا تفضل. أحد الأخوة يقول متى بيصلي الشيخ صلاح بخاطر في مسجد الشارقة، أو إحدى الأخوات هاي الأخت ميثة الزرعوني. هذا سؤال يتكرر عندنا في كل سنة، وتعرف أنت محبي نعم. الشيخ صلاح بخاطر كثر. نعم. ويجدون أن مسجد الشارقة ربما يكون أليق به على اعتبار المسجد الأكبر. نعم. جزاك الله خير أبو راشد، وجزاه الله خير الشيخ صلاح بخاطر، يعني مثل ما تعرفون ما شاء الله جمهوره ومرتادية، جزاه الله خير. لكن هو الشيخ صلاح بنفسه يعني هو مرتاح في مرتاح في مسجد الشيخ سعود لأن الناس اعتادت عليه. صحيح. في هذا المكان. صحيح. وبعدين مسجد الشيخ سعود طال عمرك لأن الشيخ صلاح ما شاء الله عليه جمهوره أنت عارف مو من الشارقة فقط. عادل عادل عادل. يومك من إمارات عادل. ثانية. عادل عادل. زين وهذا المسجد يعني جمهوره هو والمتبرع المسجد جزاه الله خير. يعني خلاص تعود هو 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 المتبرع خلاص يعني متعود على كانت في هالمسجد يعني نعم. بدايته من هالمسجد. صحيح. فإذا الله خير نحن ما عدنا إن شاء الله يعني إن شاء الله بندرس هذا الموضوع إذا كان الشيخ صلاح يعني وافق إن شاء الله بيكون ما عدنا إن شاء الله مانع يعني. طيب هنا السؤال آخر كذلك أحد الأخوة يسأل هل هناك مساجد تم تخصيصها لل جاليات؟ يقصد لا جاليات؟ الجاليات الاعتكاف، يقصد كاتب العكف الاعتكاف. إيه الاعتكاف. نعم. هاي مساجد الاعتكاف إن شاء الله براشد في الثلث الأخير من رمضان بنعلن إن شاء الله عبر التواصل الاجتماعي المساجد التي خصصت للاعتكاف، المساجد اللي خصصت لصلاة التهجد. هاي إن شاء الله من 17-18 رمضان بتكون في إعلان على التواصل الاجتماعي عبر منصات دائرة الشؤون الإسلامية وهيئتكم الموقرة إن شاء الله. ان شاء الله هاي كله ان شاء الله والحمد لله. وما خصصت الدائره بعد عددا من المساجد الجاليات يعني غير العربيه. نعم. وكذلك براشد بالتعاون مع مؤسسه القران والسنه تدري قلت لك انا تزامنا مع العطله التي يعني المدارس انها عطلت الطلاب في رمضان بيكونون في اجازه تقريبا مؤسسة القرآن والسنة بتقوم أكثر من 1200 حلقة
أكثر من 1200 حلقة تحفيظ في المساجد يفيدون يعني. قلنا لك في 15 مسجد تصحيح تلاوة ما شاء الله أكثر من 1200. كذلك الدائرة نظمت يعني ورش توعوية افتراضية عبر منصة برنامج برنامج زوم لموظفين الدوائر 41 جهة مستفيدة تقريبا في شعبان، كان فيها شرح لأحكام رمضان وتسوون محاضرات كذلك جزاكم الله خير في الدوائر الحكومية بعد تلفزيون وما قصرتوا جزاكم الله خير. يعني المحاضرات في الدوائر الحكومية هذه محاضرات كانت عن يعني العمل أو شيء من هذا العمل. نعم هذه المحاضرات الحين استعدادا لشهر رمضان، 41 محاضرة أبو راشد في شعبان حق الدوائر الحكومية بالتنسيق بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية مشكورين. كذلك قلنا لك مع مؤسسة القرآن والسنة. كذلك بعد عندنا مسجد لا ننسى مسجد أحمد بن حنبل، خطبة بلغة الإشارة، لأن هذا المسجد أبو راشد يونه من الإمارات كثير، لأن أول مسجد بدأ يخطب لغة الإشارة ما شاء الله في الدولة. نعم هذا أكثر من 12 سنة أبو راشد الحين يمكن المسجد. والله يا ابو خليفه الخدمات الانسانيه طبعا. ايه ابو خليفه بعد انا بشير وانت تتكلم، انا اشوف لقطات جميله صراحه لمساجد الشارقه، لقطات مسائيه، واللي يخليني اتكلم في الموضوع هذا مو بس اللقطات، لان بعض الاخوه يبعثون رسائل صراحه يقولون مساجد الشارقه بعد اضافه الاضاءات عليها صارت شيء مختلف تماما في المساء في الليل يعني. فجزاكم الله خير، هذه مبادره جميله يعني. جزاه الله خير. نحن نقول الداعم صاحب السمو جزاه الله خير، الله هو من يدعمنا، هو من يخطط لنا، هو من يوجهنا، هو من يتابع، هو من يحضر بنفسه. أنت عارف براشد يعني صاحب السمو دقيق جدا. نعم وبالذات لبيوت الله يعني اهتمام يعني الحمد لله، هذا يدعون بفضل الله وفضل سموه جزاه الله خير. سعادتك كذلك بعض الأخوة هنا يتحدثون عن مسجد جديد في منطقة الفلج قريبا من عبد الله بن مسعود حديقة الحزام الأخضر. نعم شو أخبار هذا؟ هذا المسجد إن شاء الله بيكون خلنا نقول بداية السنة الجاية إذا الله راد إذا الله راد إن شاء الله بإذن الله تعالى. واحدة من الأخوات بعث نعم. رسالة جميلة صراحة من باب التحفيز يعني. نعم تقول أمس كنت طالعة مع الوالدة بالسيارة ومن زمان ما خرجت والدتها يعني من المنزل اللي كبر سنها، ولاحظت مساجد الشارقة وقالت كلمة حق إن الشيخ سلطان مهتم كثيرا بالمساجد فجزاه الله خير الجزاء وجعل ذلك في ميزان حسناته. الحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين، كلمة في محلها. وليس بعيدا عن هذا الأمر أحد الأخوة يقول قبل فترة أعلنتوا عن أن الشارقة إمارة الألف مئذنة، فأنا نعم. بس بغيت أوضح هل هي ألف مئذنة ولا ألف مسجد، وكم صارت عدد مساجد الشارقة، لأن كثير هذا السؤال يردنا جزاك الله خير. لا ألف مئذنة هذا في 2014 براكت. هذا ما الأول إيه 2014 يوم الشارقة عاصمة الثقافة الإسلامية صحيح لما حصلت نعم. اللقب نعم. بفضل الله تعالى الشارقة فيها 3000 مسجد ومصلى. ما شاء الله نعم. تبارك 3000 الله. 3000 مسجد ومصلى نعم. مسجد ومصلى وليس نعم. وليس مئذنة، لأن حد من المشايخ شيء مزايد عنده مئذنتين ثلاثة أربعة. لا فوق الألف من 2014 يوم أعلنوا عن الشارقة عاصمة الثقافة الإسلامية. كانت 1000 مئذنة، هي الحين 3000 نعم. مسجد ومصلى ما شاء الله. 3000 مسجد ومصلى نعم. ما شاء الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله. الله يعطيكم الصحة والعافية أبو خليفة، لو طولنا عليك لكن مستفيدين منك جزاك الله خير. لا بالعكس، بعد كذلك يعني نذكر، أنت عارف شهر رمضان الناس تسأل عن يبون يستفسرون الاستفسارات الشرعية، هناك رقم خاص في الدائرة اللي هو 800-1441 هاتف مجاني للرد على الاستفسارات الشرعية والفتاوي. مرة ثانية الرقم أبو خليفة 800-1441 800-1441 هذا لكل الأسئلة الفقهية. لكل الأسئلة الفقهية. هذيل اللي يسألونا في برنامج الخط المباشر شو موضوع كذا وشوفوا حلال ولا حرام، نقول لهم اتصلوا على 800-1441. نعم. وبيجاوبكم واحد من العلماء الثقات في مسألة الفتية الشرعية. صحيح.
جزاك الله. هذا ابو راشد يشتغلون من 9 صباحا الى 2 ظهرا، ومن 4:30 عصرا الى 6:30 قبل اذان المغرب. مره ثانيه، من 8 صباحا، 9 صباحا الى 2 ظهرا، الى الثانيه، من 9 الى 2 صباحا ظهرا، اي ظهرا، 9 صباحا الى 2 ظهرا عادل، من 4:30 عصرا الى 6:30 قبل اذان المغرب. ما شاء الله ما شاء الله، ما عدا اوقات الفروض بعد ابو راشد. ما شاء الله. كذلك عندنا رقم ثاني للدائره، هذا 24 ساعه شغال، 800017، هذا للرد على الاستفسارات العامة. 800017 800017. نعم، بس هذا كذا؟ نعم، خمس أرقام. 800017. هذا للاستفسارات والملاحظات العامة، الاستفسارات العامة عن البرنامج، عن الأنشطة، عن الأنشطة، عن المساجد، يعني مستقبل اتصالات الجمهور يعني. جزاكم الله خير، جزاكم الله خير، الله يجعل ميزان حسناتكم يا رب. الله يبارك. وكذلك ابو راشد، يعني هناك عندنا قسم وعظ نسائي، طبعا انصر النسائي في المجتمع، وضعنا برنامج نسائيا عبر منصه برنامج زوم، يتضمن دروس لتصحيح التلاوه للجمهور بطريقه ميسره وسهله وتنظم، وان شاء الله بعد بيكون موجود على كل البرامج ان شاء الله، بنعلن عنها على التواصل الاجتماعي تبع الدائره، وان شاء الله نرسلها عبر بعد التواصل هيئتكم الموقره. حاضر يا ابو خليفه. نعم، كذلك ابو راشد، تقريبا عندنا ما يقارب 180 موقع افطار صايم في الشارقه. ما شاء الله ما شاء الله، والعدد في ازدياد بعد، العدد في ازدياد، 180 موقع افطار صايم. الحمد لله، بالتعاون مع الجمعيه الخيريه والهلال الاحمر والمسائل هاي، صحيح؟ كل المحسنين، نعم، الجمعيه والهلال والدائره واللي يبى بروحه يسوي، يعني متعاونين ويا انتم جزاكم الله خير. نعم نعم، متعاونين. كذلك بعد قلنا في ابو راشد مساجد خصصناها لختمه القران الكريم، اي اللي يصلون التراويح بختمه، يعني اللي يبون يطولون ابو راشد، تعرف الناس تقول لك احنا هاي مساجد بسرعه تخلص. 22 مسجد خصصناها ان شاء الله بيكون فيها ختمه قران كريم. زي هذه بعد اذنك ابو خليفه، بعد الناس تبغى تعرفها، اذا في مجال قائمه باسمها حتى ننشرها في الاعلام الالكتروني. الحين تباني اقول لك اياها، بقول لك بعد زين، بتقول لي اياها زين بعد. عندك مسجد عبد الرحمن بن عوف منطقه الناصريه، نعم. عندك مسجد عمر بن الخطاب في النباعه، مسجد البركه في الناصريه، ما شاء الله، مسجد السائرين الى الله الصجعة، عندك مسجد المغفرة في السيف، مسجد الملك فيصل، كله داخل الشارجة، ما شيء برا. لا، في برا، في مسجد عندك علي بن ابي طالب بعد الشويهين، عندك المحسنين في القليعة، عندك مسجد المطار، اي هذا اول واحد فوق، اي مسجد المطار، عندك مسجد الماجد في النهدة، ما شاء الله، عندك مسجد الراحمون، مسجد الرسل في ثمنان، ما شاء الله، 22 مسجد، وبان شاء الله بنحط عليها بعد زين زين التواصل الاجتماعي. جزاك الله خير ابو راشد. اسئله كثيره عن اذان المغرب، الوقت بين الاذان والاقامه، الناس تعرف تبى تاكل، يعني تبى تاكل، هي حد من الناس ياخر فطوره، وحد من الناس لا، ضربه مره واحده. نحن خليناها ابو راشد من 8 دقائق الى 13 دقيقه على حسب اهل المسجد شو يبون. احسنت، جزاك الله خير، جزاك الله خير، من 8 دقائق الى 13 دقيقه، جزاك الله خير. وكذلك ابو راشد، ديانتنا اسئله كثيره اليوم، عسب ان احنا نوضح للناس بعد الوقت الاقامه بين العشاء الاذان والاقامه. هل هو 10 دقائق ام 20 دقيقه؟ العام كان 10 دقائق عشان كورونا اظني. لا ابو راشد، العام العام العام, العام خلينا 20 20 العام الاول، تذكر ان العام الاول يعني اشكال عليه 10 دقائق كان، صحيح، هي فقلت قبل كان الاذان العشاء ياخر عندنا عدل في الصيف، والحين الحمد لله رمضان شهر 3 نحن عدل، يعني فلا 20 دقيقه 20 زين زين زين، من يأذن لين يقيم 20 دقيقه 20 دقيقه. الله يجعل ميزان حسناتكم ان شاء الله يا رب. جزاك الله خير ابو ما قصرت يا ابو خليفه، جزاك الله خير. واذا في اي استفسارات نقول حق الاخوه 817، لا تنسون 817 رقم سهل وبسيط ويسير، اي اسئله بيردوا عليكم ان شاء الله. المصلين يحصلون المساجد ان شاء الله مهيئه، والله ما تقصر ان شاء الله مهيئه، وعلى يعني اتم الاستعداد في خدمتهم، يعني نحن نسال الله سبحانه وتعالى يا ابو خليفه ان تكونوا ممن قال الله سبحانه وتعالى فيهم: ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب.
وهذه شعائر رب العالمين، نتمنى أن ندخل في هذا الإطار الذين يعظمون شعائر الله. وحد من الناس يقول والله طيب المسجد هذا مسوي حق صلاة، سوى أي شيء، نقول لا، هذا من تعظيم شعائر الله ومن الاهتمام بشعائر الله ومن بيان كذلك جمال وحسن هذه المساجد دور العبادة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجركم عليها. مشكور يا أبو خليفة، آمين يا رب، جزاك الله خير، ما قصرت، بارك الله فيك، جزيل الشكر لسعادة عبد الله بن يعروف السبوسي رئيس دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، مشكورا، متحدثا حول اهتمامات الدائرة بكل ما يتعلق بشؤون المساجد في شهر رمضان الفضيل، وكذلك افتتاح صاحب السمو حاكم الشارقة لمسجد أول الخلفاء الراشدين.